مرحبا بكم على قناة خالد بيوسف. السلام عليكم دراري. قبل ما نبداو كاينين اللي كيسولوني على الربح السريع والربح لدى المبتدئين. عندي لكم واحد التطبيق موثوق 100% وسحبت منه وعاود. تحت من هذا الفيديو غادي تلقاو الرابط ديال الفيديو اللي كيشرح لكم خطوة بخطوة شيء بسيط وسهل باش غادي تربح اول دولارات ديالك. كمل الفيديو. اليوم ولا شي يومين هذه ولا 3 ايام كنتفاجئوا ان كازا ايفنت الشركة المختصة في تنظيم المقابلات المدير ديالها الجواهري ولا الجوهري ما عرفتش الاسم ديالو بالضبط، ناض الصباح قال اش غندير ما ندير، لي تيكيت ما بقاوش غادي يتباعوا في ليسيت، يتباعوا في الكيشي، بغى يردنا العاد الحجري، بغى يردنا بحال واحد الجيران ديالنا اللي كيتقاتلوا باش يقطعوا التيكيت. المهم قال غادي نرد لي تيكي من السيت للكيشي، وماشي اي كيشي، بس غادي نناقشوا البلاصه فاش كيتقطع التيكي. وقال لهم غادي نقصوا عدد الجمهور من 45 ل 35. واش هاد السيد حنا كنشوفو نزيدو باش يكون الضغط على الفريق المصري وفريق الجزائري؟ بغينا ان الرجاء والوداد، هادشي راه كيخص الرجاء والوداد، هادشي اللي دارت هاد الشركه هادي راه خاصها تنظيم المقابلات، يعني غادي تنظم ديال الرجاء مع الاهلي المصري وديال الوداد مع شباب بلوزداد. اش هاد اللعابات اللي بقى حتى لدابا عاد بان لك التغيير؟ دوزنا هاد المقابلات بتنظيم محكم ومن بعد شوف التغيير، شوف الحاجه المناسبه. كنتعجب لهاد الناس هادو. انا قلت هاد من قبل، قلت لكم مصريين توانسه هذا كيتعاونوا، كتلقى كلشي معاون، وخير دليل هو ضربه جزاء ديال الرجاء اللي المخرج تعمد ما يبينهاش. شو مخرج هذا؟ مخرج وشد شد, شد بلاصه وممكن ان يترفض ولا يخرجوا ليه على ديك البلاصه اللي شد وضحى بها من اجل الفريق ديالو. كيعاون من اي جهه، اي واحد كيعاون الفريق من اي جهه. كتجي لدياولنا ها هما كيهرسونا، كيجي كيقول لا التيكي ما يتقطعش في السيت. السيت راه كان السيت قادر على داك الشيء، ما كيكون حتى عمر شي واحد ما خرج قال لك لا راه التيكي قطعته وما خدم وزعما وما دخلتش ولا وقع لي شي مشكل ولا كان الامور غاديه مزيان. علاش هاد التغيير؟ علاش؟ والمشكل انهم صفتهم المحلات فين غادي يقطعوا لي تيكي. واش تسهيلات ولا واش محل ديال 2 متر على 3 ولا 4 على 5 ولا 6 على 3 غادي يقطع لك الواحد الكم هائل ديال الجمهور؟ راه كنهضروا على 35 الف مشجع باغي يقطع لي تيكي ديالو، وكنعرفوا ان التسهيلات كيفاش كيقطعوا، راه ساعتين باش يقطعوا غير الواحد، لان باش يدخل السيستم ويضرب ويدخل المعلومات وهذا خصو وقت غير باش يقطع الواحد. واش هاد القضية قادرين انه يقطعوا بها 35 الف متفرج؟ هنا كتشوف التسهيل العشوائي من جهة واحدة، كينوض الصباح واحد اش ندير ما ندير اش ندير، بحال اللي ديال با، بحال اللي راه بوحده هو اللي كاين، بحال اللي ما كاينش تأثير مع الناس اخرين. اي قرار كيتاخد خصو دراسات. كيفاش غادي نصيفطوا هاد الناس لواحد المحل صغير؟ غادي تنوض تما الشفره، تنوض المضاربه، تنوض بزاف ديال اش دابا فيديو ديال واحد لابس جاكيطه ديالو مقطعه ضروري مقطرك وواحد باغي يدخل. والغريب في الامر ان دابا فاش تبدل هذا الشيء ديال السيت غادي يدخلوا دوك الناس اللي ما غاديش يشجعوا. هذا الشيء مناش خايف انا، يدخلوا صحاب الكلاس والفراجه، لان دابا ما خصناش الكلاس، ما خصناش صحاب الكوستيمات، ما خصناش صحاب نتفرج ونسكت، ما خصناش صحاب ندير السيلفاني في التيران ونجلس ونتفرج. خص اللي يجي زعزع التيران، اللي ما حطش حلاق مو 90 دقيقه راه ما يصلحش، راه ما يصلحش. انا الا غير تفرج في شاشه التلفاز ونتفرجوا كاملين في التلفازه صافي احنا كنشوفوا، الا غير تفرج وتسكت تفرج في دارك. ودابا خرج واحد الخبر دابا قالوا لك راه السيت راه ولا كيتصاوم. والغريب عاود ها السيت دابا راه راه حتى الاخير لحظات عاد فيقوا عاود باش يخدموه باش يتقطع فيه لي تيكي، ولقاو الزون واش 7 و6 و3 ولا شي وحدين ما كاينينش تما. ما عرفت هذا الخلل فين كاين، وكنتمنى ان الجمهور يلقى حل هادشي، لان بغينا نشوفو مدرجات ممتلئه. كنجيو حتى للماتش
حتى الماتش فاش خصنا نتحدوا بحال المدير ديال ايفنت بحال مدير ديال كازا ايفنت بحال مدير ديال الرئيس ديال الرجاء بحال هذا بحال كلشي كنحطوا اليد في اليد باش ندفعوا بالفرق المغربيه. وكان نخص بالذكر حتى الوداد حيت كنهضر هكا راه الوداد والرجاء لان عندنا مقابلات حاسمه الجمعه السبت راه خص دونوري دور. وكتجي لهنا وكتشوف ان شي واحدين راه كيبقاو التلتلي وكيعرقلوا لك بايردونا العهد الحجري ديال شد الصف والضربه سبقتك سبقتيني علاش انت هذا مشى ليه التليفون هذا مشى ليه كذا. عوض من هذا الشيء كنا كانوا كيجلسوا غير في ديورهم كيقطع في السيت طاق طاق كيهز التيكي ديالو كيمشي يدخل. واش الناس كيزيدوا لقدام ولا كيرجعوا للور؟ هادشي اللي بغينا نعرفوا من هذا المدير الجوهري. واش الناس كيزيدوا لقدام؟ كنتي غادي مزيان لي تيكي كيتقطعوا في الدار ما كاين حتى شي مشكل كيتقطعوا في لي سيت ما كاين. علاش خص الواحد اللي بغى يبدل شي حاجه يعطينا علاش؟ شكون الاشياء السلبيه اللي شتيها باش غادي تقول لنا لا حسن غادي يمشيو يقطعوا تيكي بيديهم؟ راه من مصلحتكم نتوما كشركه ان من لي سيت يقطعوا بيديهم راه خص عاود العمال خصنا عرفتي باش غادي تقطع 35000 واحد راه خصك واحد الجيش ديال العمال. والسيت راه قاضي الغرض كيدخل اي واحد كيدخل والسيت راه خدام اوتوماتيك كيدخل الفلوس ديال لي تيكي وكيعطي لي تيكي بالسيريات ديالهم وكلشي غادي مزيان. انا قلت هاد من قبل قلت لكم ملي كتهبط في مصر كتشوف من الشيفور ديال الطاكسي الشيفور ديال الطاكسي تهضر ليه على الاهلي يدور فيك كلهم كيدفعوا الفرقه كلهم كيدفعوا الفرقه. حنا كاين شي كيدفع الفرقه شي كيجرها اللور شي كيدفع الفرقه شي كيجرها اللور وراه حنا لاعبين مع المصريين والجزائريين خص دابا يكون كلشي مريكل. راه 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 جمعوا السبت احسن سيناريو للمغاربه وما يتاهلوا بجوج احسن سيناريو. الوداد تاهل الرجاء تاهل وكما قلت راه اللي يحصل الحظ هادشي الا تاهلنا ان شاء الله راه اللي يحصل الحظ ديال القرعه انهم غاديش يتلاقاو قبل الفينال يعني يكونوا رجاله وتلاقاو لنا في الفينال. والفينال كازا عاود راه غادي نديرو عاود واحد الديربي اللي غادي يحضر فيه غادي يعلق فيه فارس عوض واخا هو ماشي في بين سبور تجيبو اجي تعلق عاود راه الديربي كاين. وصلنا اخر هذا الفيديو هذا رايي الشخصي ان حاولوا تعاونوا الفرق المغربيه حاولوا تعاونوا الفرق المغربيه راه هازين الدرابو ديال البلاد خليونا من ديك ديال لا نبدلوا اش باغي تبدل اش بقيتي حتى دابا عاد غادي تبدل اش باغي تبدل اش باغي تبدل تجي دير الفوضى راه الفوضى نتوما اللي دير راه الشركه دابا اللي دايره الفوضى كون خلاتهم كيقطعوا في لي سيت كون كل واحد قاص في دارو اللي ما عندوش كونيكسيون يمشي للمول الكونيكسيون يجبد التيكي ديالو حاجه عاديه عمر صداع ما الصداع دابا نتوما بغيتو ديروا كتقولوا كتخرجوا للجماهير هذا حيت كتجيب واحد كتصيفطوا للمحل صغير باش يقطع التيكي وتما كيتلاقاو الزحام هالشفار ها اللي باغي يكريسيا اللي باغي يضربها اللي مرمضن هكذا وكاينوا الصداعات تما وكيتكرفس الامن كيتكرفس كل شيء. شكون السبب؟ الشركه اللي صفطتهم لتما. شكون السبب؟ انا السبب اللي كنهضر الشركه اللي صفطتهم ما كون خلاتهم في ديرهم كيقطعوا التيكي. انا من هنا من المغرب العميق من هنا انا نقطع التيكي ونشد الطريق ونجي ونتفرج مع الجمهور كلشي غادي مزيان. لكن نتوما دابا خص وقصيتو بهادي ديال تقطع التيكي نيت وسط كازا قصيتو شحال من الرجاء راه ديال المغاربه كاملين قصيتو شحال من واحد يقدر يجي حتى هو ويشجع وسط الجمهور. كنهضرش على صحاب الكوستيمات وصحاب الكلاس ونتفرج. دوزنا اخر هذا الفيديو هذا رايي الشخصي الشركه خصها تعاون الفرق المغربيه ماشي تبقى حتى الاخر رماق كتبدل زعما طريقه العمل والضحيه هو واحد اللي باغي يقطع التيكي تقاتل راه بفلوس وراه ما كتعطيهوش التيكي فابور كيتقاتل ويمشي يخدم وهذا ويهز الثقل وهذا باش يجي يتفرج ويشجع الرجاء. اذا كنتمناو الخير لهاد البلاد وان شاء الله تاهل الرجاء والوداد كاع هادشي غادي نساوه دابا التركيز في المقابلات. السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.